للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول على العلاقات الخارجيه في جمعيه علماء مسلمي تركستان الشرقيه سيد محمود محمد. اهلا بكم استاذ محمد الى استوديو الرافدين. يعني لو تحدثنا عن طبيعه ما يجري ضد مسلمي الايغور في تركستان الشرقيه. السلام عليكم، احييك اخي الكريم واحيي المشاهد الكرام. حياكم واحيي الشعب العراقي البطل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشعب العراقي من الفتن وأن يوحد صفهم إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لموضوع تركستان أخي الكريم، هناك جذور للمشكلة. جذور المشكلة الاحتلال. احتلت الصين الشيوعية تركستان الشرقية سنة 49 بعد 1900 بعد فلسطين بسنة. ومنذ احتلال الصين يعني بدأت هناك مشكلة، لأن الشيوعية يعني كما هو معلوم لدى العارفين أن الشيوعية عدو للأديان جميعا وخاصة للإسلام، سواء الشيوعية الروسية أو الشيوعية الصينية كانت يعني تعامل المسلمين والإسلام على أنه جرثوم لدى هذه الشعوب ويجب استيصالها، استيصال الدين خاصة من يعني من قلوب الناس، من قلوب المسلمين عموما. وطبعا مثل هذه السياسات يعني في الستينات والسبعينات للقرن الماضي كان هناك سياسة ما يسمى الثورة على الأديان والثورة على التقاليد واللغة، يعني مورست سياسات لاستئصال وإبعاد الناس عن الدين عموما وخصوصا الإسلام في منطقة تركستان. ولكن في الثمانينات والتسعينات للقرن الماضي كان هناك انفتاح جزئي للعالم الخارجي وأعطيت للناس جزء من الحرية وتمتع الناس بجزء من الحرية في حياتهم اليومية، سواء المتعلقة بالدين وبالتقاليد وبالممارسات الإسلامية. ولكن الوضع يعني ما بعد 2001 طبعا اختلف الوضع يعني قليلا إلى حد ما، بعدما بدأت في العالم ما سمي يعني الحرب على الإرهاب. طبعا الصين استغلت أيضا هذا الحرب وركبت على هذه الموجة، ولكن الأمور كانت تمشي يعني ببطء، إجراءات الصين كانت تمشي ببطء، والناس كانوا يعني يتمتعون بنوع من الحرية، يعني خاصة مثلا الدخول إلى المساجد والصلاة في المساجد بالنسبة للكبار السن، خاصة ما فوق 20 مثلا عاما كان من مسموحا لهم بالصلاة وبالدخول إلى المساجد وبالمظاهر الإسلامية وغيرها. ولكن منذ 2017 سيد محمود تسمعوني؟ 2017 تفضل. يعني الصين أعلنت ما يسمى يعني الضرب بقوة. الضرب بقوة هذه السياسة، يعني بسبب هذه السياسة الصين سجنت ملايين من المسلمين وملايين من التركستانيين عموما، ليسوا أويغور فقط، في تركستان هناك عرقيات مختلفة من المسلمين ولكنهم أغلبهم ينتمون إلى العرق التركي. نعم. قزاق، قرغيز وغيرهم سجنتهم بسبب تمسكهم بدينهم وأعرافهم وتقاليدهم. وسمت هذه المراكز ما الخطر سيد محمد؟ ما الخطر الذي تشكله تركستان الشرقية على الصين عموما؟ الخطر الحقيقي بالنسبة للصين تمسك هذا الشعب وشعورهم بالتميز عن الصينيين عموما، وشعورهم بالتميز بأن كانت لهم دولة وبأن كانت لهم أعراف وتقاليد كذا وكذا، ولم يصبحوا صينيين ولم يذوبوا في المجتمع الصيني وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم ولغتهم. ولذلك الصين يعني رغم أنها كانت تعتمد في السابق السياسة الناعمة بالنسبة للقوميات، كانت تريد أن تستوعب القوميات المختلفة في البوتقة الصينية الواحدة في العرق الصيني، ولكن لم يستطيعوا إذابة الشعب التركستاني خصوصا.
هم حافظوا على تميزهم في كل شيء، في اللغة وفي الأعراف في التقاليد في الدين كل حاجة. ولذلك الصين الآن عندها مشروع ما يسمى إحياء الطريق القديم، طريق حرير القديم. طبعا هذا الطريق يعني الصين مضطر أن تمشي عن طريق تركستان، عن طريق تركستان. ولذلك الصين تريد أن تبقي على الشعور بالانتماء لدى هذا الشعب، بالانتماء للإسلام وبالانتماء للعرق التركي وبالانتماء أنهم ليسوا صينيين. يريد أن يقضي على هذا الشعور. نعم. هم أصلاً المعتقلون ليسوا مجرمين ولم يرتكبوا أي جرم، حتى الصينيون يعترفون بذلك. عندما يسأل عنهم الصحفيين سألوا الصينيين لماذا هؤلاء ليسوا مجرمين ولكن لماذا لم يرتكبوا أي جرم، لماذا أنتم يعني تعتقلونهم وتسجنونهم؟ نعم. يقولون هؤلاء عندهم فكر. نعم. هل هناك دور قد يصبحوا خطيرين فيما بعد؟ نعم. هل هناك دور دولي نتعامل معهم على أساس الوقاية خير؟ سيد محمد، هل هناك دور دولي في تخفيف من حدة الانتهاكات التي تقوم بها الصين ضد مسلمي الإيغور أو تركستان الشرقية؟ طبعا يعني البشرية كانت يعني عندها فكرة أو عندها شعور أن المعسكرات انتهت بانتهاء الحرب العالمية الثانية، بانتهاء المعسكرات النازية. بعدما عرمت وعرفت المعسكرات الصينية الجديدة في القرن 21، طبعا هذا أثار خاصة عند من عنده شعور بالإنسانية وبالضمير الإنساني سواء في الغرب أو الشرق، أيقظ عندهم يعني الشعور ضد هذه السياسة. ولذلك الآن خاصة في الدول الحرة الديمقراطية في الدول الغربية عموما هناك حركة ضد هذه السياسة، سواء من المجتمعات يعني مجتمعات الحقوقية أو المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية أو الكتاب والصحفيين وغيرهم. هناك جهد مبذور لكشف هذه القضية أولا وصفق الصين في العالم الثاني، ومن ثم مطالبة الصين بإغلاق مثل هذه المعسكرات. طيب، هل تستطيع بكين الضغط على مسلمي الإيغور وأهالي تركستان الشرقية لربما التراجع عما يريدون الحفاظ عليه أو ربما تحقيق ما تريده الصين في تركستان الشرقية؟ طبعا هذه السياسة أنا قبل أيام يعني استمعت إلى حوار ما بين مذيع ورجل يعني يعمل لدى الحكومة طبعا في تركستان في مدينة خوتن، حوار إذاعي. الآن في ما يسمى حتى لمن في الخارج، لمن في خارج المعسكرات ما يسمى هناك علاقة وقرابة ما بين الصيني والتركستاني. نعم. الصيني يأتي إلى بيوت التركستانيين ويبيت عندهم شهر على الأقل أسبوع، يراقبهم ويكتب عنهم تقارير ويأتي إليهم بهدايا فيها محرمات شرعية. نعم. هدايا يأتي إلى بيوت المسلمين بهدايا مثل الخمر والسجائر ولحم الخنزير وغيرها. طبعا إذا لم يشرب هذا الشخص الخمر مثلا مع من جاء من الصيني أو القريب الصيني، طبعا يكتب مباشرة التقرير وهو يعتقل ويسجن، وهو بنفسه يقول هذا الكلام، يعني إذا شرب لازم نحن نشرب، وإذا يعني هكذا الأمور. الضغوط شديدة جدا. نعم. الضغوط شديدة جدا، ولكن نحن كمسلمين مؤمنين بالوحي الإلهي نتمنى وعلى يقين أن الشعب التركستاني إن شاء الله سيحافظ على لغته ودينه وأعرافه، ولكن على العالم الإسلامي وخاصة يعني على العالم الذي عنده إذا كان عنده شعور بالإنسانية والحفاظ على التنوع الإنساني الضغط على الصين بإغلاق هذه المعسكرات. نعم. وإعطاء تنفس للشعب التركستاني، هم في النهاية بشر يعني. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أو محمود محمد، مسؤول العلاقات الخارجية بجمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف.